السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير، يومكم طيب إن شاء الله. اليوم عندنا ديانا بألف في العطلة، التنسيم تاع ديانا بألف، حنشرحه كيف تتم صيانته بشكل سليم من غير ما تشتغل في الموديفكات، تشتغل على الموديفكات أو تحاول إنك تعدل في الماكينة، لأن العطل بسيط. أغلب الناس اللي تخطئ في صيانة ماكينة الديانا بألف نتيجة عدم تشخيصهم لإمكان العطل بشكل صحيح. هذه فيها تنسيم، تنسيم كيف تلاحظ لما نركب خزان الهواء، نسمع صوت الهواء يطلع معاي من منفذ السبطانة، هذا الصوت تاع الهواء. لو سكرت، شو سبب التنسيم؟ فيه مكانين عندي هم اللي سببوا لي التنسيم هذا، الريجوليتر، وعندي مجموعة الفالف أو مجموعة البالف اللي موجودة في الجزء الفوق اللي تضرب عليه المطرقة. اول حاجه نفك الريجوليتر، هو اكثر حاجه اللي سبب العطل هذا اذا كان البندقيه مش مفتوحه قبل وما هيش ممسوسه، يعني مفيش حد فتحها ولا دافع صيانه. في عندي الربله هاديه تعطيني نفس العطل، وفي عندي الربله السداده هاديه اللي في الاخير، وفي عندي ربلة البستون الداخلي متاع الريجوليتر. الثلاثة هذا مسؤولين على التنسيم. نفتح سدادة الريجوليتر، هذه أول ربلة، هذه الربلة الأولى، هنحاول أن نطلعها ونشوفه هل هي فيها مرونة أو حتكون خلاص منتهية الصلاحية ومتحجرة. اي ابره او شيء، لكن ما تخليش تضربش، تحاول انك ما تضربش النحاسه الداخليه. هذه تو عندي ربلة منتهيه وما تشدش في الهواء. لاحظوا كيف اصبح شكلها مربع، ما هوش دائري. هذه تعتبر تالفه، هذه حنستبدله. وعندي الربلة الداخلية متاعت بستوني الريجوليتر، طبعا هذا الوشر سبرينج، تاخذ اي مفتاح او اي مفك وتحافظ على الترتيب اللي يجي من المصنع اذا كان بتعرف تعدلهم. وفي عندي هنا الربلة هادي، الربلة هادي حتى هي مسؤولة على نفس التنسيم. حاول ان نطلعها، لاحظوا انها كيف لما حاولت اني اطلعها تمزقت. لو فتحتها ما عادش عندها مرونة، أصبحت كال يعني ها تتكسر. هذا الربلات الاثنين اللي فيهم المشكلة عندنا في الوقت الحالي، هنحاول نستبدلهم. طبعا الربلة هذه نخلوها آخر شيء نفكر في استبدالها، لان قياسها صغير وفي بعض الحالات ما يتوفرش معك، فخليها اخر شيء ما تقوم تجي جهتها لين تتاكد انك غيرت الربلات الداخليه تزوز ونفس التنسيم قاعد معك، معناتها عندك المشكله في القطعه هذه. الربله هذه بتستبدلها. طبعا هذا الربلات جدد، وهذا الربلات القدم اللي هي الصغيره المكسره والثانيه. في التركيب لازم نستعمل سيليكون جريز، هذه الربلة الأولى ركبت، تو نركبو الربلة متاعت البستون أو البستون الداخلي للريجوليتر. هذه الربلة ربط، تأكد من المجرى متاع الريجوليتر الداخلي نظيف ما فيش شي أوساخ. وفي عندي الفتحة في الطرف، فتحة صغيرة، وفي عندي مجرى هنا في راس الريجوليتر او بسطون الريجوليتر. المجرى هذا لازم نخليه مقابل الفتحه
بتاعة التنسيم أو فتحة خروج الهواء لحجرة الضغط أو حجرة الجينيوم. بعدين نرجعوا الوشر سبرينج، ونرجعوا نسكروا الريجوليتر ونديروا تيست، شوفوا هل الموضوع يعني المشكلة انحلت، يعني تمت الصيانة، أو فيه مشكلة ثانية، لأن الرابلة الأخيرة ما نبيش نتعامل معها، لأن فيه إشكالية إنها قياسها مش موجود، أو يعتبر قياسها صغير بشكل كبير، يعني كبير، يعني حتى بتحصلها فيها شوية شغل يعني، لكن تحتاج لفني صيانة إني عاد يركبها. لكن الرابلتين هذن تقدر تعدلهم أنت بروحك من غير ما تحتاج لحد يصلح لك. تو هنا اختفى الصوت نهائيا، ما عاش فيه تنسيم، الخزان فيه 100 بار او فيه 70 بار. الوضعية هذه تم صيانة الاشكال التنسيم يلي كان، واللي هو ربلتين اللي هي متاع راس البستون ومتاع حجرة، يعني ومتاع الغطاء المسبار او الكب الاخير اللي في شو اسمه في الريجوليتر. مش محتاج الموضوع انك توصل لانك تقص او تعدل او ترفع لي طورنو ويخدموا، يعني هل بنادق يجوني داخلين على الصيانة وصيانة بشكل، يعني مع احترامي للشخص اللي صين، بشكل غبي مش منطقي. تفسد ماكينة لانك ماكش فاهم العطل وين مكانها، بينما انت عندك ربلتين هم اللي فيهم الاشكال، استبدلهم. يعني اي واحد لو يفتح ويجرب حيلقى انهم اصبحوا خلاص، يا اما تلقى شكلها اصبح مربع، يعني خذت فورمه بتاعت الامكان اللي فيه، وفي الحاله هذه تتحجر وما عادش بتشد هواء، او بتلقاها تحجرت زي ما صار مع ربلت راس البسطون، يعني تضغطها بتتكسر. هذا صيانة العطل بشكل سريع، وان شاء الله نكون وصلنا المعلومه، وان شاء الله افدنا حد من الشباب اللي عنده اي اشكال في الديانا البي 1000 مشاكل التنسيم. إن شاء الله ربي يوفقنا لكل خير.